تدبر القرآن، وإن بعضنا أحبابي مع القرآن في هجر وفي جفاء. أسألك ولا تعلم أحد إلا نفسك، كم ختمت القرآن بعد رمضان الماضي من مرة؟ أتدرون أن القلوب تصدأ؟ قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء. الموعظة هذه هو القرآن، والشفاء هو القرآن، شفاء لما في الصدور. صدورنا تكون أحبابي مريضة ومظلمة يوم أن يضعف الإنسان مع علاقته بالقرآن. والله أحبابي، أحد مشائخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله وبارك في عمره، أحد طلابه يقول الشيخ يقرأ كل يوم ورد 5 أجزاء، وكان يريد أن يأخذ الشيخ بموعد، فجلس يجلس القرفصاء ويقرأ يقرأ يقرأ وقد أغمض عينيه لا يريد أن ينظر إلينا، ونحن نؤشر ظننه ينظر إلينا، فلما انتهى قام قال الحمد لله كاد اليوم ينتهي ولم أنتهي من الورد، ورد 5 أجزاء كل يوم، وهو رجل تجاوز 60 أو 70. أنا وأنت كم وردنا؟ إذا ضعفت علاقتك بالقرآن مرض قلبك، وإذا طال الهجر مات قلبك. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء، وهو موعظة لما في الصدور. إذن إذا ضعف بعضنا أحبابي تعطيه مصحف يوم الجمعة يقول بس اكرم تنك معطيه فنجان قهوة. يا أخي قرآن، اقرأ لك وجه، اقرأ وجهين، اقرأ سورة، اقرأ سورتين. من علاجات الصدر حتى يسلم أن يكون لك علاقة مع القرآن. واعلم أن من أكبر علامات حب الله في قلب عبده أن يدمن، مو بيكثر، يدمن تلاوة كتابه. وانظر علاقتك مع القرآن واعلم بعد ذلك هل قلبك مهيئ أن يتلوث وصدرك أن يتلوث أم لا. اقرأوه واختم في كل 7 مرة، في كل 10 مرة، في كل شهر مرة، لا يغلبنك الشيطان ويثقل عليك. فوالله إذا كان، ولذلك أحبابي كثير منا يحتاج إلى رقية، ولا لا؟ لو يفتح هنا استراحة رقية كان وصلت السيارات الخميس مشيت، صحيح؟ وكل العالم اقرأ يا شيخ، وكل بيفتح زر انفث يا شيخ. سبحان الله، القرآن ما أنزل، ما عندنا رقية ذهبية ولا رقية عالمية ولا رقية ملكية ولا رقية. أنت القرآن أنزل لي ولك، أنت إذا قرأت شفاك الله، شفاء لما في الصدور.